موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي تقدم بخالص التعازي والمواساة في وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، داعياً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان. ومن جانبه توجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالشكر للرئيس السيسي على الاتصال، معرباً عن تمنياته لمصر بالخير والأمان. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كثفت القوات المسلحة المصرية الإعداد والتجهيز اليومي لشحنات المساعدات الإنسانية والتي تضم أطناناً من المستلزمات الطبية والغذائية وإعدادها للإسقاط الجوي بالمناطق المخططة شمال القطاع. المزيد في سياق التقرير التالي. القضية فلسطينية تمس كل الإنسانية، عمرنا ما نضحي بيها مهما كان. يا قدسنا يا قدسنا يا قدس أقداس المنى. بالتزامن مع الجهود المصرية المكثفة للوصول إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، وتأمين استمرار تدفق حركة المساعدات الإنسانية لمعاونة الأشقاء الفلسطينيين وتلبية مطالبهم الأساسية في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع، وتنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيراتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة. وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي. فيما تستمر حركة المساعدات عبر معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. يشارك وزير خارجية سامح شكري اليوم في الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامية نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعقد بمدينة بانجول عاصمة جمهورية جامبيا، وذلك على مدار اليوم وغدا تحت شعار تعزيز الوحدة والتضامن عن طريق الحوار من أجل التنمية المستدام. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأنه من المقرر أن يلقي وزير الخارجية بيان مصر نيابة عن رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الأعضاء في إطار تناول مسار العلاقات الثنائية والتشاور حول أهم القضايا والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
استقبلت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط المدير الإقليمي لإفريقيا بوكالة تمويل الصادرات البريطانية، وذلك في إطار العلاقات المصرية البريطانية المشتركة وجهود تحقيق التنمية المستدامة من خلال برامج التعاون الإمائي. وأعربت وزيرة التعاون الدولي عن قوة العلاقة التاريخية الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة، والتي انعكست على العديد من مجالات التنمية والتطور المستمر للعلاقات تحت مظلة البيان المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الذي تم إعلانه عام 2020. كما تناول اللقاء التعاون المشترك مع الجانب البريطاني في تمويل العديد من مشروعات البنية التحتية، من بينها مشروع قطار المونوريل خطي 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية، والتأكيد على أهمية زيادة مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار بأنه تم وجهر تنفيذ 16 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحي الحضر، بجانب عشرات المشروعات التي تم ويجرى تنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية، ومنها مشروعات الصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري لخدمة أهالي محافظة المنيا. وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ تلك المشروعات. وأضاف وزير الإسكان أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعين لمياه الشرب بمحافظة المنيا، كما تم تنفيذ 4 مشروعات لصرف صحي الحضر بمحافظة المنيا. يلتقي فريق فاركو في 14 اليوم باستاد برج العرب نظيره فريق الإسماعيلي، وذلك ضمن منافسات الأسبوع 21 من عمر الدوري المصري الممتاز. ويواجه فريق الداخلية في 7 مساء اليوم نظيره فريق سيراميكا باستاد السلام، كما يواجه فريق الأهلي في 7 مساء اليوم نظيره فريق الجونة باستاد القاهرة الدولية.